كلكم يا كاجي، بالحصة السابقة أخذنا العدد 4. بالحصة السابقة أخذنا العدد كم يا كاجي؟ العدد 4. طبعاً قبل العدد 4 أخذنا 3 أعداد، العدد 1 ثم 2 ثم 3. تعلمنا كيفية شكل الأعداد وكيفية الكتابة مع اسم العدد، وحكينا إنه إحنا لما نجي نكتب العدد نحط القلم على نقطة البداية وهي الأعداد 1 2 3 4، وهو العدد الجديد الذي أخذناه في الحصة السابقة. 1 2 3 4. وتعلمنا أيضا طريقة العد، عدوا معي 1 2، أحسنتم، 3 4، 1 2 3 4. أيضا أريد أن تعدوا معي حتى العدد 4، 1 2 3 4، أحسنتم، انظروا إلى عدد الحروف وعدوا معي أيضا، 1، أحسنتم، 2، رائعين، 3 4، أيضا بصوت أعلى، 1 2 3 4، أحسنتم. إذا تعلمنا طريقة العد لعند الرقم 4، 1 2 3 4، وتعلمنا أيضا طريقة كتابة العدد 4. نضع القلم على نقطة البداية باتجاه السهم، يلا يا كاجي نكتب العدد 4 مع بعض، يلا. نضع القلم على نقطة البداية، نتبع السهم برقم 1 نزولا إلى الأسفل، ثم نتبع السهم رقم 2 إلى اليمين، أحسنتم، ثم نرجع مرة أخرى، نضع القلم على نقطة البداية ونتبع السهم رقم 3 إلى الأسفل، أحسنتم. هذا هو العدد 4، هكذا يكتب العدد 4 عن طريق 3 خطوات. الخطوة الأولى، نضع القلم على نقطة البداية، نتبع السهم رقم 1 نزولا إلى الأسفل، ثم نتبع السهم رقم 2 باتجاه اليمين، ثم نرجع مرة أخرى إلى نقطة البداية باتباع السهم رقم 3 إلى الأسفل، إلى الأسفل. طلعوا يا كاجي لهون، مين يحكي؟ عدوا معي، أنا كم؟ أحسنتم، عدوا معي يا كاجي، كم قلم أنا معي؟ كم قلم؟ عدوا معي، 1 2 3 4، أحسنتم، 4 أقلام، عدوا معي أيضا، كم قلم مع المسلمة؟ يلا، 1 2 3 4، إذا المسلمة معها 4 أقلام، طيب، كم كتاب مع المسلمة؟ عدوا معي، 1، أحسنتم، 2، أحسنتم، 3، أحسنتم، والدفتر الأخير 4، إذا أنا معي 4 كتب، عدوا معي مرة أخرى، كم كتاب مع المسلمة؟ 1، أحسنتم، 2، رائعين، 3، أحسنتم، و4، 4 كتب، إذا المسلمة يا كيجي كم كتاب معها؟ 4 كتب، وكم قلم؟ 4 أقلام، أحسنتم، رائعين. طيب طلعوا لي يا كاجي على دولة الحروف مرة أخرى، عدوا معي، يلا، 1، أحسنتم، 2 3 4، رائعين. طيب يا كاجي أنا عندي هون مجموعة من الأشكال ومجموعة من الرسومات، أريدكم أن تعدوا معي، يلا معي، شوف المجموعة الأولى،
الصفر الاولى هي كي جي مجموعه ورود. احسنتم، عدوا معي خشوا بالصوره كم ورد هي كي جي. يلا، واحد، احسنتم، اثنان، ثلاثة، أربعة، رائعين، أربعة ورود. مين يكتب معي العدد أربعة في المربع؟ يلا نكتب مع بعض، أحسنتم، رائعين. طيب طلبونا على المجموعة الثانية، مجموعة ماذا في هذه الصورة يا كاجي؟ أحسنتم، مجموعة أقلام، كم قلم في هذه الصورة؟ يلا عدوا معي، يلا عدوا مع بعض، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، رائعين. إذا أنا معي في الصورة هاي أربعة أقلام، كم قلم؟ أربعة أقلام، أحسنتم، يلا اكتبوا معي العدد أربعة في المربع، رائعين. طلعوا لي هون يا كاجي، يعني ما أحلى الصورة. طلعوا لي في هذه الصورة ماذا يوجد؟ بيت، أحسنتم. طيب كم بيت في الصورة؟ عدوا معي، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذا يوجد عندي أربعة بيوت في الصورة، أربعة بيوت. يلا مين يكتب معي؟ يلا نشوف العدد أربعة في المربع، وآخر مجموعة عندي في الصورة هون، كم كرة في هذه الصورة؟ عدوا معي، يلا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة كرات، أحسنتم، كم كرة في الصورة؟ أربعة كرات، رائعين، يلا اكتبوا معي عدد أربعة، أحسنتم. إذا اليوم درسنا كان عن العدد أربعة، يلا عدوا ورايا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، كلنا مع بعض، أربعة، مش سامع يا كاجي، أربعة، أحسنتم، أربعة، رائعين، أربعة، يلا عيدوا ورايا، أربعة، أربعة، العدد أربعة، أربعة، أحسنتم. طيب يا كيجي، شوفوا يا كيجي، عندي أنا الأرقام اللي أخذناها، الأربعة أرقام، لكن مالها مخربطة. إحنا هون بدنا نضع دائرة على العدد أربعة فقط، بدنا نضع دائرة على العدد أربعة فقط. طلعوا على أول عدد، هل هذا يا كيجي العدد أربعة؟ لا، أحسنتم، ما هذا العدد؟ اثنان، رائعين. إذا ما بدنا اياه بندركه، لانه احنا بس بدنا نحط دائره على العدد اربعه، بدنا نحط دائره على العدد اربعه. خلينا نشوف العدد الثاني، ما هذا العدد يا كاجي؟ واحد، احسنتم، هل هذا العدد اربعه؟ لا، بتركه لانه هذا اللي معي هو العدد واحد، احسنتم، بدي اشوف الرقم اللي بعده. ما هذا العدد يا كاجي؟ اربعه، احسنتم، هل هذا العدد اربعه؟ نعم، إذا هو العدد الذي سوف أضع عليه دائرة، يلا حطوا دائرة معي، أحسنتم. وآخر عدد، ما هذا العدد يا كيجي؟ ثلاثة، أحسنتم، هل هذا العدد أربعة؟ لا، العدد ثلاثة، إذا العدد أربعة ها هو فقط اللي أنا وضعت عليه دائرة، هذا هو فقط العدد الذي أنا وضعت عليه دائرة وهو العدد أربعة. يلا عدوا معي يا كيجي، طلعوا على بدد الحروف، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أيضا عدوا معي، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أحسنتم، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. يلا انتوا معي كمان صوت عالي، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أحسنتم،
واحد اثنان ثلاثة أربعة. سنتو. واحد اثنان ثلاثة أربعة. أحسنتم. واحد اثنان ثلاثة أربعة. أعلى. واحد اثنان ثلاثة أربعة. رائعين. ماشي يا كاجي؟ هسا بتطولوا ورقة وقلم الآن وبتكتبوا لي العدد أربعة على الدفتر، بتحطوا القلم زي ما علمتكم على نقطة البداية وبتكتبوا مع ماما وبتبعتوا لي الصور. الدفتر عندي على تليفوني. بستناكم. ماشي، يلا باي باي.